نقلت وسائل وإعلام عالمية تأكيد وكالة الاستخبارات الأمريكية باحتفاظ تنظيم داعش الإرهابي بآلاف الإرهابيين، فيما أعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شانهان أنه من المتوقع أن يخسر تنظيم داعش آخر أراضي يسيطر عليها في سوريا لصالح قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن خلال أسبوعين. وقد أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أنها لم تقتحم آخر جيب لداعش بدير الزور بهدف حماية المدنيين. وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي أن قواتهم تقوم حاليا بعمليات أبطأ وأكثر دقة في دير الزور دون تنفيذ أي اقتحام، مشيرا إلى أن عناصر داعش محاصرون الآن في جيب مساحته بين 5 و6 كيلومترات مربعة على نهر الفرات. أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس تدرس كل الخيارات بشأن الإرهابيين الفرنسيين الأسرى لدى الأكراد بسوريا بما في ذلك إعادتهم إلى فرنسا. وفي موجز صحفي قالت متحدثة باسم الخارجية الفرنسية إن ذلك يأتي نظرا لتطور الوضع الأمني في شمال شرق سوريا ولمنع هروب وتبعثر هؤلاء الإرهابيين الذين يمثلون خطرا محتملا. للمزيد ينضم إلينا هاتفيا تيسير النجار المحلل السياسي السوري. بعد تحية لك سيد تيسير، إذا الاستخبارات الأمريكية تقول أنه تنظيم داعش الإرهابي يحتفظ بآلاف الإرهابيين، وقوات سوريا الديمقراطية تقول أنها لم تقتحم آخر جيب لداعش بدير الزور بهدف حماية المدنيين، هل هذا هو السبب فعلا أم أنه الدعم الأمريكي لأكراد سوريا ولقوات سوريا الديمقراطية يعني لا يكون في قوته الحقيقية الآن، خاصة بعد دخول تركيا على الخط والتهديد بمعركة ضد الأكراد في سوريا؟ التنظيف اللي حصل من يوم اللي دخلت أمريكا والتحالف الدولي في الشمال السوري لمقاتلة داعش، صح صار في انتصارات ضد داعش، لكن لم تكن التحالف الدولي فقط هو من يقاتل داعش، كان الجيش الحر سابقا هو اللي قاتل داعش قبل قسد وقبل ما تجي التحالف الدولي، لكنه قسد ما كانت واضحة لمقاتلة داعش، دائما كانت تحاصرهم من 3 مناطق وتترك المنطقة الرابعة مفتوحة للانسحاب لمكان آخر. وهكذا حصل مع داعش في حدود اللبنانية، أيضا نقلوهم بالأتوبيسات لحدود العراق ما بين سوريا والعراق. وايضا من حوالي دمشق نقلوهم ايضا للصحراء القريبه من السويداء والقريبه من الاردن والعراق. اذا داعش جسم مخابراتي ممكن يذوب فجاه وممكن بسرعه ينتعش ويكبر، لانه جسم مخابراتي من دول المنطقه، ما هو بعيد وتتحكم في ايران وسوريا. يعني هم يخدمون بالنهايه يخدمون النظام السوري وأيضا الإسلام السياسي عموما ابتداء من النصرة وأصحاب النصرة اللي على شاكلتها، كلهم يخدمون النظام السوري. بالنهاية أمريكا لا تريد الانسحاب، أو بالأحرى قسد كيف لا تريد الانسحاب سيد تيسير وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سينسحب؟ لا لا، اللي تستمهلها هي قسد، تريد أن تبقي أكبر فترة ممكنة على وجود الأمريكي، لأنه وجود أمريكا تقريبا يحميها من تركيا، لأن تركيا طبعا لا تريد ولا بأي شكل جسم من البيكيكي والبيدي اللي هم يهددوا أمنها، وهم أتراك أصلا. يعني 80% من جسم قسد هم أتراك وليسوا سوريين، و20% فقط اللي هم سوريين، حتى تتضح الصورة أنه تركيا تقاتل الأتراك الذين هم في سوريا، وأيضا السوريين الذين يتحالفون مع البيكيكي هي تعتبر إرهاب عالمي.
المهم بالموضوع انه اسد تشعر بالخوف وتريد استمهال امريكا، وبنفس الوقت تتهمها انها تتركها لانياب تركيا وانياب المنطقه، لانه هي بمنطقه لا احد يريدها، لا الثوره تريدها، لا تركيا تريدها، ولا حتى النظام يقبلها على ما هي عليه، لانه صار في عدم تناغم بينها والنظام عم يتنازع بين قوتين، ما بين روسيا وإيران. يعني الوضع غير مستقر في سوريا اليوم بكل الأحوال، لا النظام مستقر ولا قسد مستقرة ولا المناطق اللي لا تزال محررة نسبيا تشعر بالأمان الكامل، لأنها تشعر بالتهديد الروسي بشكل دائم. أشكرك سيد تيسير النجار المحلل السياسي السوري.